نتعرف على فيفو، تطبيق اجتماعي سعودي مختص بتجارب الأصدقاء. اوكي محمد، ما بغيت افهم اكثر شنو تعني بالتجارب. اوكي التجارب يعني عن طريق هذا التطبيق الالكتروني راح تقدرون تشاركون الاشياء المفضله عندكم بهذا التطبيق، سواء شنو ما كانت، افلام، كتب، سينما، اغاني والى اخره. ومو بس تشاركوها ويا يعني اصدقاء او مثلا فاميلي، لا همين تقدرون تشاركوها ويا الناس عامه. صراحة. زي ما قلت انه تطبيق سعودي بحت. اوه 100% سعودي بانامل سعوديه، يعني يساعد بطريقه مفيده انه يحفظ الاشياء الفيفورتس، يخليها ان انت همين تقدر ترجع لها شو وقت ما تريد. يعني بروفايل كامل يكون عندك بكل الاشياء الفيفورتس مالتك. طيب محمد قول لنا كيف التفاعل في هذا التطبيق؟ والله تفاعل مو طبيعي، وسؤالك جميل جدا، لانه بستة اشهر فقط طورت فيفو قاعدة مستخدمين بتضم أكثر من 30,000 شخص. هاي بس بأول 6 شهور، وما زال العدد مستمر. يعني 30,000 بستة شهور. بستة شهور، والجروث مو طبيعي اللي دا يصير عليه، أكو ضجة كلش كبيرة. محمد شوية تفاصيل، بيسكلي يساعد فيفو أن أنت تسوي مثل صناديق بحسابك. حلو، خلينا نقول كل صندوق يصنف لك شيء معين. خلينا نقول صندوق الأفلام، حلو، صندوق الكتب مثلاً، صندوق الرياضة، صندوق الفاشن، صندوق شنو ما كان أنت حسب أنت اهتماماتك. مثلا مؤيد أنت شنو تحب أكثر شيء؟ فتنس. خلينا نقول فتنس، أنت تسوي لك صندوق كامل لك بأشياء المفضلة مع الفتنس. يمكن يكونون أثليتس، يمكن يكونون الموسيقى المفضلة للفتنس. حلو. ممكن يكون كتب يعني ثقفك بالناحية الفتنس. كي سارلين أنت شنو؟ فاشن. خلينا نقول أنت وعبلة أتوقع. مطاعم. أنا ريستوران. فسارلين مثلا كل البراندز اللي تحبهم مثلا تحطهم صندوق، أو مثلا كل الممثلات أو عرضات الأزياء ممكن تسوي لي صندوق سكين كير. عبلة مثلا ممكن المطاعم اللي تحبها وين ما كانت. والحلو أن أنت يعني وين يشير هالأشياء، الناس اللي مثلك همينة ممكن تكون علاقة وياهم، كون يشارك نفس الاهتمامات. بالضبط، تكون عندك نفس التناغم مثلاً من ناحية الاهتمامات. This is very nice. I like it. شو هذا زعما يكون كتب مع مشاهير وتعرف يمكن يمشي. بالضبط. بس الحين إنزين محمد، في كثير من التطبيقات تقريباً متشابهة، إيش اللي يميزه؟ اللي يميزه أنه هو فريد من نوعه في تكامله مع أنظمة أساسية أخرى مثل IMDB، iBooks، أبل ميوزك، نتفليكس، جوجل. في أشياء جديدة. بالضبط. مضمنة مع بعض. بالضبط، خرائط جوجل، أمازون، يوتيوب وغيرهم للمستخدمين الجدد، أنه بنوا شبكتهم مع أشخاص متشابهين في التفكير من جميع أنحاء العالم. حلو. هذا شيء كلش جميل. لما يكون عندك أبليكيشن متناسق مع أبليكيشنز ثانية، الاهتمامات اللي تقدر تشاركها راح تكون أكثر بمراحل. يعني أنا اليوم إذا أريد جوجل مابس ماي فيفرت لوكيشنز أحطهم. زين. حلو. حلو. ممكن انت تعرف اني شنو الاماكن اللي احبها، تقول خليني اجرب مثلا فوق الجبل مثلا. مؤيد حاط بين ان انا احب استرخي فوق الجبل. Yes. It's my favorite place. صح. اروح اشوف اذا هو نفس الاهتمامات عندي، اسوي له بين، واحد ثاني يشوفه. Nice. ممكن تشهر مكان معين. Yes. او مسلسل معين او صح. كتاب معين، شنو مكان. صراحه حلو. بس الحين بسالك، هل التطبيق هذا بيلاقي تشجيع؟ وبعرف كمان كم وصل عدد المستخدمين. يا جماعه تعبت من كثر اسئله مؤيد الجميله. مؤخرا تم اختيار فيفوكا واحد من 19 شركه ناشئه من برنامج 500 ستارت اب جروث اكسلريتر. واليوم نفتخر ان فيفو باكثر من 100,000 مستخدم. ما شاء الله يا جماعه، الجروث على هالابلكيشن مو طبيعي. طبعا انا نزلت لكم اياه كلكم. صحيح. زين، ولازم تبدون تحطون كل الاهتمامات. بلاتي انا او التليفون. اي وريني كيفاش نزلت التطبيق. اوكي، تروحين يا على الابل ستور يا على جوجل بلاي، هو موجود على اثنيناتهم. زين. اوكي تنزلين البرنامج. انت اوريدي منزل عندك. خلاص. تسوين البروفايل. أه. تختارين انت اهتماماتك اللي انت تحبيها. جميل. بكل كاتيجوري معين تحطين انت هذا ماي فيفرت مسلسل ولا اخره، ونفس ما شرحنا. كفو والله محمد. ابدعت يا اخي. حاضرين يا اخي. والله ابدع. ولازم ازيد ان بهذا الاستثمار تصبح المملكه العربيه السعوديه اول دوله عربيه تدخل جداره شركات تطوير العاب الفيديو العالميه.